في ملفنا التالي الموقف من صفقة القرن، فقد كان الموقف الكويتي نقطة ضوء في الظلام، كما يصف كثيرون موقف الكويت من مؤتمر المنامة الذي شكل مدخلا لتلك الصفقة. فالكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي أعلن برلمانها صراحة مقاطعة مؤتمر المنامة وأدان أشغاله، ما لقي ترحيبا شعبيا فلسطينيا وعربيا لدرجة تغيير اسم شارع في الضفة الغربية من شارع المنامة إلى شارع رئيس مجلس الأمة الكويتي الحالي غانم الدوسري، الذي سجلت له مواقف واجه فيها قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية. الموقف الكويتي أزعج وأحرج عددا من الدول العربية التي وصفت بعرابي صفقة القرن، والتي رأت في السياسة الكويتية عاملة تأخيرا لهرولتها نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. معي لقراءة الموقف الكويتي من صفقة القرن ومن مؤتمر المنامة الباحث في دراسات الشرق الأوسط الأستاذ محمد خليف الاثنين. أهلا بك أستاذ محمد في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. هذا موقف الكويت من برلمانها، ولكن كيف نقيم موقف الكويت كدولة، برلمان وسلطة وشعب من صفقة القرن؟ طبعا الكويت دولة ذات سيادة ودولة مستقلة في قرارها ودولة ديمقراطية في نهاية المطاف، وتحتكم إلى البرلمان الكويتي، وهذا البرلمان من أقوى البرلمانات في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط. طبعا الكويت اتخذت هذا الموقف بناء على قناعات راسخة، ويكون هذا الموقف من القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الكويتي وفي وجدان السلطة الكويتية والقيادة السياسية. طبعا الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت اليوم في تصريح لمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة مشكورا، قال في تصريح أن هذا الموقف، موقف دولة الكويت، هو يعبر عن موقف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. فالكويت اتجهت لهذا الموقف منذ، من يقرأ السياسة الكويتية وتاريخ دولة الكويت يجد أن جميع حكام الكويت لديهم هاجس وحب للقضية الفلسطينية. ولكن ألا تزعجون بذلك جارة لكم دولة البحرين التي استضافت مؤتمر المنامة؟ ألم يكن هذا في حسابات الكويت الإقليمية؟ طبعا في حسابات الكويت الإقليمية أن هذا الموقف يعبر عني كدولة مستقلة، دولة الكويت دولة مستقلة عن دولة البحرين ولا يوجد أي تقاطعات، لكن هذا الموقف صرح فيه قبل الشيخ صباح الأحمد وهو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد، قال تصريح علني أن الكويت لن هي آخر دولة عربية تطبع مع الكيان الصهيوني. فأتى الموقف اليوم، موقف الشيخ صباح، امتدادا لموقف الشيخ جابر الأحمد. وأيضا إذا رجعت إلى التاريخ أستاذ جمال، تجد أن أول دولة في الوطن العربي اتجهت إلى موقف المقاطعة النفطية ووقف ضخ البترول في الكويت في للغرب هي دولة الكويت. وما السبب يعني من وجهة نظرك أن يتخذ الكويتيون دولة وبرلمانا هذا الموقف من صفقة القرن؟ أعتقد أن الكويت هذا الموقف الرسمي هو في وجدان الكويت وقناعات راسخة بأن قضية الفلسطينية يجب أن تحل حلا عادلا. طيب لماذا لم تأخذ أيضا حسابات واشنطن وغضب واشنطن للكويت؟ لها مصالح كبقية الدول الخارجية، مصالح اقتصادية كبرى مع واشنطن. لذلك سمعنا تصريح لجاريد كوشنر العراب صفقة القرن عندما قال للكويت وزارة السفارة الكويتية في أمريكا، وقال إن الكويت خارج الإجماع العربي، وهذا تصريح جدا خطير إن الكويت خارج الإجماع العربي، فيجب أنكم تكونون من ضمن الإجماع العربي. طبعا الكويت، هل سيغير موقفكم من صفقة القرن هذا التصريح؟ أعتقادي لن يغير، لأن الكويت يعني يرون أن صفقة القرن هي رأس الجليد، وأن صفقة القرن هي الظاهر هي فلسطين ولكن والقدس، ولكن هي أبعد من ذلك وتذهب إلى تقسيم الشرق الأوسط وتقسيم الأمة العربية، وأن هذا إذا قبلنا بصفقة القرن سوف تأتي بعدها صفقات خطيرة جدا في منطقة العربية. الكويتيون شعبيا كيف ينظرون لموقف البرلمان الكويتي وموقف أيضا رئيسه وموقف ممثل الكويت في مجلس حقوق الإنسان وفي الأمم المتحدة؟ طبعا الشعب الكويتي يحب القضية الفلسطينية وموالي القضية الفلسطينية، والشعب الكويتي لن يتخلى عن فلسطين، ونحن نقول للشعب الفلسطيني
أن القضية الفلسطينية ليست للفلسطينيين فقط، وإنما لكل الشعوب العربية، وإحنا جزء من الشعوب العربية ككويتيين، وأننا ننظر إلى قرار البرلمان الذي اتخذ في هذا المجلس وهو قبل جلسة 3 أيام تقريبا، عندما بالإجماع كان موقف الكويت الحكومة والبرلمان بأنهم يرفضون صفقة القرن ويرفضون المشاركة في مؤتمر البحرين. وأتى قبلها يا أستاذ جمال، إذا لاحظت أن الكويت كثيرا ما يصرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأننا الكويت لن تتخلى عن فلسطين، وأن الكويت مشروعها في دعم القضية الفلسطينية، وأن القدس يعني لن يكون. طيب، إلى هل هناك حل غير الحلول التي اقترحت عربيا للقضية الفلسطينية، كالمبادرة مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في التسعينات؟ هل ترى الكويت حلاً مختلفاً عن هذا الحل الذي يبدو جاريد كوشنر بأنه أعلن تأبينه في مؤتمر المنامة؟ طبعاً الكويت يعني في سعيها لحل القضية الفلسطينية في إطار إجماع الجامعة العربية، ولن تخرج عن الجامعة العربية، ولكن لا تفرض عليها أي أجندة مثل أجندة صفقة القرن، لأن الكويت تعلم بأن صفقة القرن هي عبارة عن تقسيم للمنطقة وتوزيع المنطقة، والكويت لم تقبل فيها أطلاقا، وتذهب إلى حل من ضمن الجامعة العربية وتحاول أن تعيدها على الساحة العربية. شكرا جزيلا لك، الباحث في دراسات الشرق الأوسط أستاذ محمد خليف الاثنيان. العفو، شكرا لك.